اوكي جايز، قلت فك شعراتي معكم، فراح فكهم لانه انا هلا طالعه مع رفيقتي مع رفقاتي، كمان غيث جاي بس غيث مشغول، ف بس يخلص بلحقنا. anyways فك شعراتي، عملت لكم توتوريال بهالشعرات من قبل، اذا بدكم وحده ثانيه ما عندي مانع، بس خلينا نشوف نتيجه الغره مع بعض. في كمان واحدة تانية. اوكي نفكهم، صلون ساعة تقريبا. اوكي تم، غيث تقل لي فراح الصوت مهم. جبت مشط، السن بيكون عريض. اوكي رح نزل لتحت ورح مشطه بهي الطريقة، تمشيطة خفيفة. أيوة هو بيهدى شوي بس زبطت الغرة، هاي أهم شي بالحياة. لا لازم هيك. كان المفروض اليوم صور وارجيك ايش عم بصير، بس فجأة سبحان الله صار معي موقف فاضطريت انه او ما قدرت صور. عم بستنى الموقف يخلص حتى اخبركم عنه، فالشي بحزن للأسف يعني. بس يعني يا كمان ساعة ببين معي بقولكم، يا انه او بالحالتين حقولكم يعني، بالحالتين حيبين معي. بس بعد ساعة سارة عم تستناني وطالعين عازمين الناس وقصة حزينة وأنا وين بعيد عن يا الله. أوكي جايز، سو كنت متوقع إن الخبر محزن. أوكي هو شوي في حزن، بس الخبر الحلو إنه السيارة راحت، السيارة راحت، بس راحت لأخواننا في العين. ألف ألف مبروك يا شباب، ألف مبروك، ألف مبروك. أنا كثير مبسوط إنه طلعت أنتم بتعرفوا السيارة وبتعرفوني، يعني راحت لحدا منعرفه. العرف لا يعرف، أنت ريال مشهور مو ما يعرف. يا حبيبي بس انتبهوا عليها في الحفظ والصون. أنا بسوي لك إياها إن شاء الله. أيوة كل مرة تبغى تغيظني ابعث لي صورة مثلا. يا حبيبي يا حبيبي ألف مبروك. فهاي يا جماعة هلا حناخذ صورة مع السيارة، آخر صورة، صورة الوداع. هلا صورة جماعية، اخذ اغراضي. طبعا هالسيارة كان فيها عرسي، خطبتي، صلعتي، والله شو اسمه شهر العسل قضيناه في السيارة، فكتير الا ذكريات السيارة. يو المسبح، المسبح تبعي. راحوا الارقام ما شاء الله، والله سبحان الله، والله ما كنت حاط ببالي، بس سبحان الله شوفوا. شغل شغل الموتر يا حبيبي. الله توديعة توديعة يا شباب، توديعة ما شاء الله، والله اعتنيت فيها من قلبي السيارة ما شاء الله. الله يحميه للي اشتراها، والله يوفقه ان شاء الله. هيك دائما بيكون مبسوط فيها، دائما كل ما يدوز يكون مبسوط فيها يتذكرني يقول اه والله غيث. صفيرة ليش حاطه في السيارة؟ just in case يعني حدا غرق او حدا مستخسر، حدا غرق في السيارة. قالك هذا يوم الزواج، عقد الزواج كان. اخ لو تعرف يا الله لو شاف المقلب. يا سارة فو ما غسلنا يفضع عيني. هاي اغراضي هلا كلهم عم نشيلها. يا بيي في اثار هذا دلعونا هو اسم الله. ايوه بس البس فواشات ممكن تغرق في السياره. والله سياره جميله ما شاء الله. يا حبيبي الف 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 مبروك. خلاص السياره الجاي كمان اذا نويت بكلمك. والله ما يحتاج. هات له والله، الله يبارك له. اي والله بس غصت عليها. لا 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 والله انا فرحت اول ما عرفت انه شخص بعرفه. يا حبيبي تفضل.
تسلم يا عمري والله حبيبي. والله ما قصرت يا حبيبي. ألف 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 مبروك وإن شاء الله على كل دوسة وعلى كل مشي. وحد يطلع عليك يقول لك ما شاء الله سيارة تذكرني تدعي لي. أي حد يقول لك مسبح ما يخصني. أوكي أنا أعرف لبس فواشات طلع معاك ما يخصني. الله يبارك له. الله يبارك له. سارة يفضح عينك يفضح عينك يا زلمة. شباب تتذكروا هذا الفيديو صح؟ المقلب. يا الله منك يا سارة. كل مكان كان يطلع لنا هذول الاشياء. انت فاتحها خزاني في مليان اغراض ورا. ايه هذول بدي اشيلهم. يا قد ما في اغراض. اوكي يلا بسم الله نبلش ضبضبه. هلا سارة هي اللي حتستلمني هلا الطلعات. خلاص عم بركب انا بالسيارة عن سارة. عم بركب ورا خلاص. شو بدي اريح من هيك صح ولا لا؟ صح. والله ما عارف بدي بسكليت. بسم الله. يلا يا شباب برجع لكم. يلا مع السلامة. تبوا حالكم. مع السلامة. درب السلامة شباب. دور لي على تاكسي. دور لي على تاكسي شيء. لك حل عني. هلكني ولو. وين اغراضي؟ يفضع عينك كان كبير اسود. معك زمان يفضع عينك طارق الاغراض. يا زلمه الفلوس داخله. يا يلا حطيت دورنا تفصيله شباب. دورنا تفصيله. ايوه حمل والى اللقاء. يلا يلا اخر السورية يا مع السيارة. يا جماعة هاي كانت اخر ستوري. حركتكم كل شيء اكلكم اخر ستوري. سارة عم تستناني هلكتني سارة. جماعة مرة تانية هاي اخر ستوري. خلاص يعطيهم ألف عافية. إن شاء الله بشوف وجه الخير يا رب. أخي يا زمن من جي. هاي آخر السوري شباب. لا مش سيارتي. هاي سيارته. هاي آخر السوري. وين أحد معلم أنت حبيب؟ وهاي آخر السوري. آخر السوري مع الموت. هلكتهم. يلا باي باي. عليك كان عم يناديك وبيرجع. يا الله والله ما اشوفه بالعين لا اصورها كمان احكي هاي اخر ستوري. امين يا رب. هو مش حزن انه انا يعني بس بتعرفوا انه الشعور انه ذكريات كانت فيها كان فيها وقت خطبت فترة الخطوبة يعني كانت موجودة ووقت العرس وبعد العرس وقت شهر العسل وقت قضيناها بالسيارة ويعني كل أمور الأكشن صارت فيها فكثير حلوة. حصل مقلب ماله اللي صار فيها السيارة فإيه إلا ذكريات كثير حلوة للسيارة فمشان هيك تحس إنه شعور سو دائما يعني أنا كل سنة كمان بنقول بيت فنفس الشعور هلكت أنا كل سنة لازم في عندي مرحلة أوكي أحزن على البيت أحزن على السيارة أحزن بس الحمد لله الحمد لله كله يعني يذهب الجميل ليأتي الأجمل فان شاء الله خير والله يهني مرة تانية. شوف أنا بحس إنه ما بحب أخلي السيارة عندي أكثر من سنة فكل سنة تقريبا بغير حتى يعني كنت أغير بيت بس السنة ما بعرف شو خطر لي إنه أضل فأضليت بنفس البيت كنت ألاحظ والله كنا طالعين من البيت ف إيه يعني كل سنة بحب أغير فمشان هيك أنا قررت يعني إنه أغير فلا إن شاء الله إن شاء الله بعدين لما ألاقي السيارة المناسبة كمان خبركم عليها وقت نظبطها من دلع عم نعمل اكشن هيك فيها وكمان بيصير الى ذكريات واشياء حلوه عم بواسي حالي. شو رايكم تعملوا لي فيديو مختصر عن لقطات السياره خلينا بنزله يعني بنزله هون قولوا لي هيك فيديو ذكريات خليني هيك قبل ما انام اليوم اتذكر الفيديو هيك ذكريات عاديه لما تنزل الفيديو نزلوه على الستوري واعملوا لي منشن مشان نشوفه وبعدين بقول لكم ابعثوا لي الفيديو عشان اقدر انزله هون. اعملوا لي فيديوهات على لا تفضحونا.